أجري حسن هذا الله كسيو آمين آمين وحان ساك هل كان السجون نمت وقربنا إلى ندي الشيقنو إن ولا ليال وحوية وحان رملا إن شاء الله تعالى إلى تسود ويسان وحان الله لوحي النوضة والذي كوية قاني شرف كاس وناقاس والذي كوية قاني دك ماذا بلد حاو لبد جعيلك وناقا شرفك من نوضة وعوية ولاريهين رقيني نليرتيني مسؤوليينتيني كل دمان وعانو لكي مانا يا مقالة مقدسو هل كانوا وعانو لكي مانا يا رقي عيدا ماذا هورك عيا وزير كلا قردو وين نسوك قارم من رجال النقور قال مرك وعوية إن شاء الله وحي إلهي أتكبر يا إنسان أنا قرر أن أكبر يا إلهي إن شاء الله إن آمين وأنت وأنوفو ليستي وعن رجال أنا وحي نقدر من الله نو صور لما وين نقدر من الله صور لما يسكرو إن شاء الله وحن وعن رجال إن أمرقو وحبلاً باردي الشيقي ما ملعتكم من أي سنتهين وما ملقوا وليدي الصومالي وكلا إن هذه الدولة إن شاء الله وحبلاً بان إذن شيقي مسؤولين تن إذن شيق تجب الله إن هذه الدولة وعن هذه الدولة ما مل ونأكسن إن شاء الله وأن نقوان دورنا يعطك يقرأ كشو غير سوساس ما ما مل أن رسو دسل oo dowladdu noo soo hagaajin insha Allah ya rajaynaa inaan dhisanno taasna ogaada insha Allah walaalayaal waxaan aad ugu faraxsanahay daaka masuuliyiinta halkaan isugu timid ee shacabki waad u jeedaan dareenka iyaga lama soo koobi karo waxaan lug ka soo bilaawnaa meel fog ilaa buurta ilaa xuduudka meel aan soo marin male insha Allah waxa weeye waxa soo wanaaga waxaan rabnaa soo dhaweyntii إن شاء الله ينعي سيما ذات لما ينقضوا دل السلطماته وأنا رجعني إن شاء الله وحنا قدمنا واسترين وحان مركز الله يهد الخير بلد حاوو وراجي أتكشقين جفتاني يوني الله تكبر يكسين ويديسوا باللوضين قلالنا وعلقا وضيمان دورا مركا ركاس أسوك وينو صوت أسماء أسلام أسوك وينو ألو تاقنا هذا إن شاء الله خير بان دي رجال يقولي صدنا وحيدين ديبا يا قدومي يا تقوله والله ما كل بيضنا يو يو تليا الدبشن كقول كقلو إن شاء الله تعالى سومالي يقول قول سومالي يقول قول إن شاء الله تعالى وانا نجح لي وانا نجحنا إن شاء الله تعالى وحان إذي شيرا يا ريال بلحاو أفكو دوي كيسك أفريكا كيسك أفريكا واشن بقولوا مليون أنك ميقان كنهي سومالي تريان ميقانهي إن شاء الله تعالى وحمد الله لنا ما أنتوا في قدم غيو إنفسا كون في نسوا الله إن أمارة أبورنا أذكر ما الجليش أهلان كرسوني بلا حق إن يسفرون هاي هرع إذا هاي المردم إن شاء الله تعالى ويسودوا هنا بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا مالوا وين مالي وي واي وعوي وعصبة نوبري وعصبة نوبري وانا قصة عرينا لبط بانوه إلا عضي وناك بانوه مغضي ولبط بانوه مغضي ورمر بانوه مغضي وعوي أساق إلى بخر على ربنا ما تي وعوي وي مدودي
جبلان وين مدودي عندي نغمة قلنا أو معلم متقلنا ما تجلس تاجنا وواحد هروش هاي ماشي أي كبد حد دوران يمشي كده بين دوران بقى جمرتورة النهار كعيا يقدومي عندك بده هروش هاي واحد وين واحد حل جيس هالنغمة بحنا سواء نون يارو لا لاي لكن ما تهرو مرضى لجاري عيلة كأنك هي كشري وسيف كأنه جامنه وما تواي نوي بعدين وأنا صوص على وأنا يديني وأنا جان وأنا سول ويننا وحلو صوب حذين نوايجا هرو مر يا نبض بارمنا وسول ويننا ولا لهنو وسير كنجي ويه شوف اللان وسول ويننا وسوقينا وأنا بدن وسوقيني وحو حق صدي أو أركي إنه تل كيسة دت كيسة ودن كيسة إنه أقول له إنه وكبه عبد على عدو وكبه قاتل بعد صدي وأنا قاتل وأنا كسر ولا على أيها النوي مادن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا 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 نكارن إلى تاجر وتلية إيران بوكا هاجب بلان وأسكرتي لقى عم بدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو كم ذا أبو يا رب العوام وعسدوا إن الله وصلنا وين نادنا يا ما شاء الله ما شاء الله والله كيف هل يلاو ما دام هاي جوبلان ما حلي هاي هو إن شاء الله وراء الله سبحانه دولة الحد بوصل دويننا هو حكم إن نقرينا من نقرينا إن شاء الله وأنا نقرينا هو وطنك إن شاء الله وسيها جاكو ولا خلاص علي جوبا ان با هدا الى جوجو استاذ تقانان علي جوبا هي افكس وما سنتين ساكه صبح اديات نو فرحت بدر صبح ان دريمين ريفين صوتو بل وحاو ادوغيدن ان اولاد لغا ابابولاي او امنيغيد او حسيلي واي او مده لبا جيره او دغال كا دحاي شعب بدن اي كو دمادن دامانت ددكيدي كو حق جيري اي كو هلكان جوجا با ميدوبيان او ددي يو وخي لسو هاي واي دمادن احمد مدوب وها وحان وحا كشقيناي دني بو اهاني بو تاغيراي uhuru iyo matarana in bin zaid oo imaraadka jooga arinta maal gelinay dhamaantooda soo afjarnay shacabka gobolka gedo dawladooda iyo wax garadkooda way tashadeen maanta waa dhamaan lama kala qaybin doono waxa nagu dhahay 10 ayaa ka qaadanay inta maqan inta joogtana
maanta waxaa tala u baahan internol internol aan u talino insha allah waxaan kugu baaqayaa dhammaantiin kuwiina dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba inaad nala qaadataan farxaddaad nala taageertaan nala soo dhaweystaan ninkii wax qabaa iska saar waxa kugu jiro dadkaaga ka mid noqo shacabkaaga u heli waxaa sidoo kale qaybaha ee mataqaana bulshada ayagana halkan taagan ka mid a waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane wuxuu qabo antiyay macaan waa midaan hooy laga orane helayo soomaaliya hashraado had guulaysato waa tahay aad ay u mahadsan yihiin cali juba iyo ayaan waa tahay waxaa degmada beled xaawo fagaaraha aargada ka socdo isu soo bax lagu soo dhaweynayo wasiirkii wadooyinka dooban bulshada balan xaawo maanta aad iyo aad baan ufaraxsanahay farxaddayda waxna soo koobi kara ma aha maanta ummaddii soomaaliyeed oo gobolka ganaab midowday maanta waxaa weeye farxad annadu waa boqolkiiba boqol waa haay waxaa weeye ciidamadii qalabka jiga oo shubbalaan ayaa maanta waxay soo galeen gobolka gado maanta farxad annada waa boqol boqol wasiir janan ayaa maanta imaaday waxaa kaloo imaaday guddoomiyihii ururka haweenka barwaaqo cenab cabdi cabdullaahi oo hogaaminaysa ayaa imaaday annaga maanta waxay noo tahay maalin qiimo weyn leh maalin aad iyo aad farxad u leh maalin aan la koobi karin ayay noo tahay aad iyo aad baan leeyahay bulshada reer beled xaawo ama bulshada gobolka gado maanta waxaan helnay makan adag oo naga maqnaa baan aad iyo aad u helnay maanta waxaan leeyahay soomaalinimadii maanta ayay dhabowday soomaalinimadii maanta ayaa laysku raacay maanta muxuu ahaayey xornimo ayaan maanta helnay maanta waad arkaysaan ciidamadii qalabka jiro oo
dadku waxa dhaqaajin layahay gabar booli soomaaliyeed isbedelka sida arka waa gabar askariyada weye waxaan ku sugannahay gudaha degmada beled xawo fagaaraha aargada ayaan si toos ugu sugannahay waxaan sugaynaa inaan soo dhaweyno wufuud heer qaran ah oo inooga imaan doonta dhanka iyo magaalada muqdisho oo si toos a aga soo deganaya garoonka diyaaradaha daawo international airport halkan waxaa ku sugan kumanaan dadweyne ee reer beled xawo ah oo isaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada waxa ay si toosa usoo dhaweyn doonaan waqtigaasi iyo wasiirka hore ee amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo isaguna sida la sheegay ku sugan tuulada najax oo ku dhawaad 5 kilomitr u jirta degmada beled xawo si toos ah ayaad halkan inooga daawanaysaan lala sii jooga insha allah anigoo ciidamada dowladda federaalka ah soomaaliya khaasatan ciidanka biliiska degmada beled xawo waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala khilaaf dheer oo jiray kabacdi wasiirkii cabdirashiid xasan nuur cabdirashiid janan oo hadda ku sugan meel 5 kilomitr noo jirta najax asiyada oo sugayna hadda saacadaha nagu soo foolle weftigii kasoo tegay elaborka degmada kasoo tegay dolow oo haddana nagu soo wajahan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay اذكروا نعمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم منها إخوانا حقيقة إلهي هو مقلب القلوب إلهي قلوبكم تذكر شكر ورجاء آيات أصبح كنت تذكر نمى لي هذا أو سيخسر أو أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي عندنا قلوب تذكر صوت دمي سأترت هذا المحل أنا ما أنت إلهي بقلوب تصومال صوت دمي صومال ويسرع عن هاي سرع عدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وات هاي ترين كبو الشدا وقوة جدا سهران وبرك إنسان فأنت dareenkaada ka warman meel baa shaqo ugu warma dareenkaada ka war farxadeyda aad baan ugu sii koobi karo maanta farxadeyda dhoweynhaya soomaaliyana ha israacdo ha noolaad soomaali
halkan waa faras magaalaha magaalada waa kuwa gabdhihi oo wasiirka soo dhaweynahayo wafdigi waa imaaday wafdigi dowladda federaalka waa yimid waa kuwaas baabuurta xabadda aysan karin gaashaaman halkan wafdigi waa imaaday ciidamada gorgor baabuurta ciidamada gorgora wato oo kuwa soo degen ciidamada ciidamada gorgor ayaa wadooyinka xirhayo hadda ayaga amniga goobta lagu soo dhaweynayo wafdiga ayaa la wareegay waa kuwaasaa arkaysaan baabuurta gaashaaman ay xabadu karin waa kuwa ciidamada gorgor waa kuwan ciidamada booliiska oo iyaguna bulshada dhex socdo gabdhaha waa booliis gabdho booliisa weeye waa kuwa gabdhaha booliiska ummad soomaaliyeed maxaad u sheegaysaa ku daawanaysa waxaanusheegaya aniga hooyada ciidanka soomaaliyeed xaawakiin cabdixaji xasan farale la yidhaaho waxaan u sheegay nabad iyo nool inay dhalatay in la heshiiyo ciidamada soomaaliyeed dhammaantoodgabdhaha booliiska ciidamada wey waa kuwa gabdhaha ciidamada ayaa dareenka dhalinyaro magaalada waa goobta soo dhaweynta odayaasha oo wafdiga labada dhinac sugahayo haye kuwa baabuurta wadooyinka ayaa xireen
nala jooga ilaa dhamaad ilaa bilow waa la socosin doonaa insha allahu tacaala halkaan isha ku hay haddii aad joogto meel ka baxsan meesha hadda aan warka kasoo tabinayno meel ka baxsan haddaad joogto nala joog waxaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya ee xarunta jooga aad la mid noqon doontaa ama waad ka xog ogaalsanaan doontaa oo meelaha dadka qaar aysan xataa daawanaya aysan waxba ka maqlaynin baan tagi doonaa nala jooga sheertan hala badiyo laygta hala badiyo haddii aad hadda tirada hadda ay marayso hadday dhaafi weydo waa waxaa weye waan iska xiraynaa marka nala jooga sheerta hala badiyo waa kuwaan dadka wadooyinka safan haya dareenkaada ka war aad iyo aad ayaan u faraxsanahay saaka waxaa saaka heshiistay mudane cabdirashiid janan wasiirkii amniga jubbaland waxaan waxaan kaloo ku faraxsanahay saaka iyo dowladda federaalka ah aad ayaan ugu hambalyeynayaa dowladda federaalka daraasuulka ay samaysay oo aad ugu faraxsanahay cabdirashiid waxa weeye waa nin aad iyo aad ninkar oo ah anfacaya dowladda federaalka arkay waddadee qaldanayd hoosha xumayd mugdiga ahayd soomaaliya danta aan ugu jirin amuu kasoo leexday saaka waa u faraxsanahay aargada saaka waad aragtaa maanta aad baan u faraxsanahay maanta aad baan u faraxsanahay maanta qeyrada ka dhacaysa beled xawe aad baan u faraxsanahay dhammaantana dadweynaha dhan baa si magaalada u ujeedaa say tahay waa soo dhaweynaynaa wasiirka jubbaland waa tahay u diyaargarowga soo dhaweynta wasiirka ayaa ka socoto qabanqaabadiisa degmada beled xaawo hadda amniga aad loo sugay goobta soo dhaweynta ayaa haatan aad amnigeeda loo adkeeyo ciidamada gorgor oo maqnaaba haatan amnigii la wareegay sidaad arkaysaan wadooyinku waa soo galayay utaqaanaa ee saldhigga degmada ayaa afarta dhinac laga xiray halkan oo lagu sugahayo soo dhaweynta wafdiga iyo mataqaanaa ee wasiirka labada wafdi marka nala jooga oo sheerta hala badiyo waxaan oo jeedaa meeshan hala sheergareeyo waxaa soo dhow soo gelitaanka wafdiga wasiirka iyo wasiirada dhanka dowladda federaalka imaanayso iyo wasiirkii lasoo dhaweynayo janan baa soo dhow marka haddee hadday saas sii ahaato waanu ka baxaynaa dee waxaadna noqon doontaan dad aana ka qabin xogta rasmiga muqaalada soo jarjaran marka nala socdo insha allah
قصر ولا العجر مغاد ايوه هذا قالوا كروه يكون والان بدي اكتبها اوبر ولدنا كحتك ولدها يا بنين سيك الله وكلها يا مصباح له وليا عادي نور مثلا سلطان وخف انا ترانك انا ما تلمسه كوبي كرو وحان ارغنا دولدنمو وحي ان ويني ويلهي نسيي وحان اد ياد ما فرحتني او نول متهي ايد ما انت سيلبريشن ايد بلدك غوبلك غدا كدحاي دولد جوبلاند دولد الصوماليه كور الله كيلو معارك انت دولد اللي جحابين سكن ان شاء الله حفتن رجلنا صوماليا قول بان لنا يا ترانك نسو كوبي كرو ما تقرا انا بسم الله الرحمن الرحيم حقك يا ادبر ما صفر احسن هاي فارق على طول ما تنط هاي وانا سو دوينينا نبدا دولتنمد نظر ما تو جينين اي خري صوتو او حتى ماشي تاغا فور سي بوتو وانا مد ان بدنا سوين ترى ما تو قرتين هذا لا مركب بلا رحاو فرنت هايت وكبح الله maanta waxa weey bal xawo waxay la mid tahay caasimadaha waaweyn ee nabada ay ka jirto ka tii la mid tahay sida Kampala Nairobi oo kale to ee waa ka baxday maan la dhigi jiray bal xawo qaxba ka jira furan ba jirto iyo Cabdishiidan ba jooga wasiirka asoo dooday iyo dawladda ba dagtay arrinta waa ka baxday maanta waxa weey gacmo isku duuban ba lagu wada shaqeynaya haddana diyaar waxay weeyeen dadweynaha in soo dhaweeyaan farxad la marayn karo maanta meesha maris haddan ku sanaan haye nolmaas دوميا انا يرا سكن بلا حوا اي واي بسم الله الرحمن الرحيم على كاس حنبليو حنبليو بالين هاي ودنو جودان مانتا ان قرخدا تاغن هاي وحان اد ياد او فرحتن هاي فراعه
ay israacayaan ummadanada iyo dalkanaga iyo dadkanaga israacayaan aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaad moodaa bulshada dhammaan badaxaa ku nool maanta inay isku dareen qoraxda wada taaganna